السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنعمل إثباتين سحب لموقع عيد الميلاد والموقع التاني اللي زيه اللي احنا شرحناهم قبل كده. الموقع ده لسه زي ما هو، كنا استثمرنا فيه 1 روبل ولحد الآن شغال بنسحب منه مفيش أي مشاكل. نخش على السحب، زي ما انتوا شايفين دي كلها سحوبات من الموقع. انا عندي 1 روبل و46 سنت. هنخش على بنك الباير، هنلاقي هنا اخر سحب عملناه في الموقع 2 روبل و97 سنت. هنخش على الموقع ونعمل طلب سحب، معلش السحب بيتحمل شوية. زي ما انتوا شايفين السحب تم بنجاح اهو، دفع. هنخش على بنك الباير، هنعمل ريفريش اهو، 1 روبل و44 سنت. يبقى كده اول موقع معانا صادق وشغال زي ما هو مفيش اي مشاكل. هنخش على الموقع التاني، احنا بنعمل مراجعة لبعض المواقع اللي عندنا اللي احنا كنا شارحينها عشان نشوف الصادق من اللي مش صادق. الموقع ده رفع القيمة بتاعته عشان تسحب 1 روبل تاني، كان الاول 1 روبل، بعد كده بقى 2 روبل. تحط 1 روبل على 1 روبل اللي انت كنت حاطه، يبقى كده ايه، 2 روبل. وبعد كده رفع ل10 روبل، وانا حطيت ال10 روبل والسحب شغال تمام بيدفع. هنخش على السحب، هسيب لكم روابط الشرح الاولانيه للمواقع اسفل الفيديو. اهو عندي 1 روبل 59 سنت، اخر حاجه سحبناها مع بعضينا اللي هي روبل 44 سنت. هنعمل طلب سحب، انا على فكرة كل يوم بسحب من المواقع دي، الموقعين دول اهو. السحب تم زي ما انتم شايفين، دفع. هنخش على الباير، نعمل ريفريش اهو، 1 روبل و57 سنت. وبكده الموقعين صادقين وبيدفعوا، بس هو الموقع ده رفع القيمة بتاعته في الاستثمار، خلاها 10 روبل. كمل على 10، على 2 روبل، 8 روبل، وبقى انت كده مستثمر 10. ولو عايز تكمل في الموقع اشتغل عليه، اشتغل الموقع لحد الآن بيدفع وكويس. وكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله.